هذا المعرض يأتي طبعا ضمن اهتمامات ندوة الثقافة والعلوم بنشر الثقافة. وكما هو معروف الثقافة ليست مجرد الثقافة الأدبية أو الفكرية، إنما هي المعرفة. فنوع المعارف مختلفة. في هذا المعرض هناك هوايات ومقتنيات يعنى بها الإنسان، وكل واحد طبعا له هواية تختلف عن الآخر. من هذا المنطلق يعني حرصت الندوة على تنظيم هذا المعرض للتعريف بهذه الهوايات، للتعريف بالمقتنين، بحيث أن يكون هناك تواصل بينهم وبين المجتمع، تواصل فيما بينهم، لأن لابد أن في كل واحد في بيته عنده أمور قد لا ينظر لها بأنها لها ذات أهمية، ولكن لما يعرف أن لا، أن هذه الأشياء الناس تهتم بها والناس تعتبر من ضمن الهوايات، فيحاول يبحث عن هذه الأشياء أين كانت. يسافر الإنسان من بلد إلى بلد، فإذا سافر لابد أن يقتني أشياء جديدة تخلد ذكرى هذا السفر. لهذا يأتي المعرض مثلا في هذه الدورة بزيادة 9 مشتركين عن المشاركين في الدورة الأولى. سوع خاصة سوع البنادول، هذه قبل سوع اللي هي البطاريات، سوع هاي أعمار طبعا مبها أول ما بدأت البنادول فوق 360 سنة، يعني من 1600 وشيء من 56 باعتقادي لصنع الهولندي، وعقب اتطورت جزء بجزء طبعا الأمريكان الصناعة الأمريكية اللي هي انتشرت أكثر عندنا، المفروض تكون هولنديات بس الأغلب اللي كانت عندنا تي كانت تي الأمريكية، من ضمنها بعدين طلعت اليابانية اللي هي طبعاً في السبعينيات. طبعاً هذا التراث متأصل فينا احنا، خاصة من شعب الإمارات، وإحنا ما ننسى طبعاً مقولة الوالد الله يرحمه الشيخ زايد، قال اللي ماله أول ماله تالي. شيخ المطيري من دولة الإمارات مهتم بجمع البطاقات البريدية المتعلقة بموضوع الكتب، المكتبات، القراءة، وأي شيء له علاقة بالخط العربي أو غيره حتى من الخطوط. هذه طبعا مشاركتي الأولى اليوم في ندوة الثقافة والعلوم من ضمن معرض المقتنيات والهوايات الخاصة. حبيت أن أنا أظهر أيضا الجانب الآخر عند شيخ اللي هو اهتمامي بالمكتبات. اليوم عالم المكتبات وعالم القراءة موثق من خلال عدد من اللوحات الفنية، موثق من عدد من الإصدارات، أيضا البطاقات التعريفية الخاصة بالمكتبات العالمية. فكانت مشاركتي عبارة عن مجموعة من البطاقات، تقريبا 100 بطاقات بريدية مقسمة حسب الموضوعات. جزء منها مثلا لوحات لفنانين عالميين، منهم فنانين من هولندا، منهم فنانين من سويسرا. اهتموا أيضا بتوثيق جانب المكتبات من خلال الأعمال الفنية.